second and the three drugs use treatment of anemia اللي هي B12 واللي يسمونه بالاسم العلمي سيانوكوبلامين وبالاضافة الى الفوليك اسيد. وقلنا ذن نستخدمها الاثنين مع بعض من اجل الوصول الى حالة افضل من الكوركت اوف ذا انيميا، يعني الافضلية انه نستخدمها مع بعض حالات الانيميا الحادة. ممكن احنا نستخدم كل واحد على حدة، لكن استخدامهم مع بعض يكون افضل، لذلك انا ذكرتهم سوية. Deficiency of the either of the vitamins results in impaired protection and abnormal maturation of the RBC, giving a rise picture known as megaloblastic anemia picture. Known as megaloblastic anemia. يعني هنا الشكل RBC راح يكون متضخم يشبه بالميجالوبلاستيك انيميا تحت المايكروسكوب في حالة نقصان B12. فهنا كلش مهمة هاي الملاحظة، انه شلون تعرف هذا الشخص عنده انيميا سببها B12، انه من تاخذ عينة من البلط وتخليها تحت المايكروسكوب حتى تشوف RBC راح تشوف شكلها known as megaloblastic anemia picture، يعني شكلها متضخم كأنما يشبه سرطانات اللي يحدث RBC، لكن هو بالواقع مو سبب حالات الكانسر وانما سببه هو deficiency of the cyanocobalamin. مصادر ال B12 موجود بالميت خصوصا الليفر and eggs and dairy product، يعني منتجات الألبان. استخداماته pernicious anemia, neurological abnormalities, or gastrectomy and cyanide poisoning. واضح؟ بالنسبة للدوز مثل ما قلنا انه الارقام غير مطالبين بها فقط للاطلاع. ممكن استخدام B12 هنا على شكل IM daily or every other day for 1-2 weeks. Administration of the folic acid to the patient with the cobalamin، هاي الملاحظة اللي هسه حكيتها انه لابد انه نعطي الفوليك اسيد ويا B12 حتى نحصل على شنو؟ With the cobalamin deficiency help refill the tetrahydrofolate ball، حتى نصحح الجذر اللي موجود بتصنيع ال RBC او بتصنيع الهيموغلوبين اللي هو يسمونه بالتتراهيدروفوليت بول and partially or fully correct anemia، راح يساعد باستعجال بتصحيح الانيميا بشكل partially or full. كذلك انه الفوليك اسيد ديفيشنسي راح يسبب حالات الكونجنتال انوماليز خصوصا بالبريجننت، لذلك انه دائما بالفيرست ترايمستر المراحل الاولى من الحمل دائما ينصح باخذ الفوليك اسيد حتى شنو نتخلص من هاي المشاكل اللي تحدث بسبب الفوليك اسيد ديفيشنسي. increase the risk of natural tube او العفو natural tube defect in the fetus. واضح؟ يعني بالتكوين الرئيسي للمراحل الرئيسية لتكوين الفيتوس. الدراج نمبر 4 اللي يستخدم بالانيميا اللي هو الاريثروبويتين، اللي هو الهرمون الاريثروبويتين، الهرمون اللي موجود اللي ينفرز من داخل الكدني. Our hormone protection by the kidney that regulated the blood cell development and proliferation in the bone marrow and reduction in the renal failure. يعني هنا الاريثروبويتين هو المنظم لتكوين وتصنيع وتطور ال RBC من البون مارو، فأي نقص به بالتالي راح يصير خربطة بتصنيع ال RBC من داخل البون مارو. كذلك reduction in the renal failure راح يسبب شنو حالات الرينال فيلير في حالة الديفيشنسي. Use for anemia associated with the renal failure ممكن نستخدمه. و other form of anemia example primary bone marrow disorder، هنا يعني حالات تشوه النخاع العظم لتصنيع ال RBC. و anemia secondary due to أو to cancer chemotherapy or HIV treatment or bone marrow transplantation، وأيضا ممكن نستخدمه بحالات الأنيميا اللي هي باستخدام
نستخدم الكيموثيرابي، دائما بنستخدم كيموثيرابي لأصحاب الكانسر راح تحدث حالات عندهم الأنيميا، فممكن إنه نعطيهم إريثروبويتين حتى يعوضون النقص الحاصل بالبون مارو ديفلوبمنت أوف ذا آر بي سي، كذلك بحالات الإتش أي في، كذلك بالبون مارو ترانسبلانتيشن في حالات نقل نخاع العظم. لين أنا تخلص محاضرة الأنيميا ومحاضرة الهيمورج، وإن شاء الله يعني هاي المحاضرة راح تكون نهاية لمحاضرات الكاردياك سيستم، حتى إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نبلش محاضرات الجهاز الهضمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.